محمود البنا النهارده كان حكم المباراه وكان معاه احمد توفيق. احمد توفيق طلب ويوسف البساطي واحمد حمدي رابع وكان خالد الغندور وكان على تقنيه الفار. نشوف انه احمد صلاح. انا بس هبدا الاول حاله مهمه جدا جدا. يلا يلا يا كابتن سمير. هنا في سكوت من مدافع نادي بيراميدز. خلاص خلي بالك من قصدي يا كابتن سعيد عشان بس انا هوريك حاجه مهمه جدا. ماشي. الموضوع مش ضيعت وقت ولكن النهارده الموضوع اكبر من كده. هنا الدكتور دخل واللاعب هنا موجود على الخط، يعني هو لما يقوم يطلع بره الملعب سهل قوي يعني يرضيتين ويطلع بره خطوه. نلاحظ بقى يا كابتن سمير معايا كده، سمير هو راجل بيطلع اهو، بص شوف بيطلع بيطلع لا خليك بس معايا. يلا سمير كده نمشي ونشوف. ستوب، سؤال، فين الحكم الرابع؟ دخلهم انا كحكم الرابع النهارده مسؤول عن المنطقه الفنيه. خلاص الراجل خرج ومعايا كابتن بلال. لا دي لقطه مش يعني لقطه ما تتسابش. انا كحكم رابع النهارده وظيفتي اسيطر على المنطقه الفنيه، من فضلك ما تنزلش يا نقاله الا لما الحكم يديك اشاره. ولكن من غير ما اقول النهارده اللاعب بيطلع خلاص خرج وانا كحكم هستأنف، وفجاه الاقي الناس نازله بكل هدوء. المشكله مش مشكله تضيع وقت يا كابتن علاء، لا لكن انت لو مدرب النهارده هذا بيكسر رتم اللعب. يعني انا الوقت هتحسب، ولكن انا لما باجي انا كلاعب او كتيم بشتغل على نفسي وبهاجم وبروح وتروح انت موقف اللعب، خلاص همت اللعبه، كسرت الهجمات. ده العكس، الكلام ده حصل في اخر الماتش يا كابتن. دي لقطه جامده. نعم العكس في اخر الماتش. طيب الراجل الباك ليفت ده على طول وقع مرتين بالظبط بالظبط، وراح مدخله. فانا انا دخلوا الاسعاف يا كابتن معايا بس وعالجوه. اه هو الاسعاف داخل عشان تشيله بالظبط. لا ده حط الاسعاف جنبه وساب الدكاتره تعالجه، وبعد كده راحت السبع دقائق اللي احنا بنتكلم فيها. انا بس بقول الكلام ده يا كابتن شريف ليه؟ لان انا كحكم رابع ليا وظيفه. صح، وظيفتي من فضلك ما تنزلش. خلاص هو خرج حكم يستأنف، يبقى هنا النهارده احنا بنمشي يا جماعه. احنا كره القدم النهارده بقت كلها سريعه، ما بقاش فيها كلام خالص. انا اسف بمناسبه دي لقطه واحده، في لقطات كتير احنا كنا بنشوفها. يلا الحاله اللي جايه هنا بنشوف هنا احمد عاطف الراجل هنا اشار عمل الديلي 10 على 10 وسمح المساعد. خلاص هدف تمام، نقف بس كده. هنا كانت حاجه اسمها الخطوط، انا ما بتكلمش وما بجتهدش. هنا بنشوف الخط هنا الاحمر هو بياخد من على الكتف. مظبوط، الخط الاحمر بياخد منين؟ على الكتف. من على الكتف. والخط الازرق هو نازل على قدم اللاعب النادي الاهلي البعيد. هنا طالما الاحمر هنا اقرب لخط مرمى المنافس، هنا الفار هنا كان النقاط صحيحه وقرار الفار كان صحيح. مفيش فيها اجتهاد، هنا في جزء هنا لاحمد عاطف. حتى لو جبت اللعبه قبل خطوط الفار يا سمير من فضلك، بس قبل خطوط الفار معلش سامحني. بص يا كابتن هنا شوف هنا الجزء اللي هو من الكتف تمام. والحكم مساعد هنا عمل الديلي وبعد كده اشار على التسلل، يبقى انا عندي قرار حكم مساعد تمركز، قرروا اشار على التسلل، وهنا الفار بياكد على ان الهدف مش هدف. دي اللعبه الاولى دي بالنسبه لنادي فيوتشر. اللي بعد كده نفس الحاله هنا كابتن بلال كابتن شريف، هنا الكل قال لك ان علي معلول كان في موقف سليم تمام. نشوف الحاله احنا بنتكلم فير، يعني نشوف هنا الحاله هنا طبعا. ايضا هنا الفار تدخل وهنا الفار البنا هنا بيستنى وبيرفع تسلل. نشوف الخطوط اللي اتعملت من حكم احمد خالد الغندور ونشوف هنا الحالات. هنا بردك بياخد منين؟ اقرب جزء للمرمى المنافس ايه هو كابتن علاء كابتن شريف؟ هنا بالنسبه لمعلول اقرب جزء ايه؟ اقرب جزء للمرمى ايه؟ القدم. هو خد من القدم اهو صح؟ وخد اقرب جزء من اللاعب اللي هناك المغطي فاروق اللي هو ايه؟ فاروق محمد فاروق بقى. القدم ايوه القدم. هنا معلول سابق وبالتالي هنا القرار كان قرار صحيح، قرار صحيح في الهدفين، الغاء الهدفين كان قرار الحكام المساعدين. هنا الحكم المساعد هنا اشار باستمرار اللعب ولكن الفار اكد على التسلل وقرار الفار كان صحيح، والحالتين الفار كان فيهم صح كابتن علاء. نروح للحاله اللي جايه وهنا مطالبه بلمسه يد على محمد عبد المنعم. بنا قريب جدا جدا والنهارده بنا كان ماشي كويس قوي يا جماعه، ما عندوش اي مشكله فيه. هنا بنشوف هنا الكره هنا فين يا كابتن بلال؟ كابتن ايمن
بتيجي هنا في الجسم، مفيش هنا ايد ولا ايد واخده حيز ولا اي حاجه خالص، وهنا استمرار اللعب كان قرار صحيح من البنا وكان قرار صحيح من الحكم الفار. هنا هنا بنا انت قريب تقريبا 5 6 يارده، وهنا في مخالفه كانت في الدقيقه 6، مخالفه في الدقيقه 6 كانت على حدود منطقه الجزاء. نشوف هنا الشد من الشد اللي هنا، بص بس نرجع تاني، نرجع تاني. انا مش بقولش من جوه، لا هي مش من جوه كابتن، هي من بره مظبوط، ولكن الشده ديت في القانون نقف بس مين، معلش سامحني بس هقف هنا. انا هنا بد يا جماعه احنا قلنا ان هي دي منطقه حدود منطقه الجزاء، عندنا اللاعبين عندهم مهاره، مزبوط. عنده استعداد يعمل الكره جون، وممكن علي معلول عملها في المباراه اللي فاتت. يبقى انا النهارده عندي لاعب يستحق البطاقه اللي هو رقم 2 في شد واضح، يستحق البطاقه الصفراء، وتحسب مخالفه هنا على حدود منطقه الجزاء. دي يمكن كان في الدقيقه 6، هو النهارده البنا خلى اللعبه تواصل، وده انا شايف ان ده قرار غير صحيح، كان لابد يحسب مخالفه ويدي فيها بطاقه صفر. الحاله اللي جايه وحاله برده غريبه، يعني انتوا حيرتونا المساعدين حيرونا النهارده. اللعبه دي يا كابتن علاء، كابتن شريف، الحكم المساعد الثاني، احنا قلنا تعمل الديلي طالما اللعبه بتبقى دقيقه شويه. هات يا سمير، لسه نمشي، ها سنه كده، سنه بس ساعه ما تيجي في رجل بس كده، كمان سنه، هنا المفروض نعمل ايه يا جماعه؟ دي نصيحه للحكام المساعدين، وبنقول لهم دايما في مثل هذه الالعاب الدقيقه انت كحكم مساعد خلي اللعبه تواصل. مظبوط، كمل معايا، لما تبقى واضحه قوي ارفع. صح، انا عامل مقارنه بين الحكم مساعد رقم 2 والحكم مساعد رقم 1. صح، في لعبتين هنا رفع واستعجل. مظبوط، طب خلي ان دي ما كانش في واحده مستعجل. بعد كده لاحمد عاطف، لاحمد عاطف وباينه، انا بس بسالك بس سابها. يا بلال، يا كابتن علاء، يا كابتن اسامه، يا كابتن شريف، هنا الشحات لو ما كانش تسلل، هرجع بس معلش سامحني يا سمير، هنا النهارده انا قتلت الهجمه خلاص وقفتها. مظبوط، والبنا صفر. طب ما تستنى شويه يا جماعه، في حاجه اسمها البروتوكول، في البروتوكول ده ليه قواعد اشتغلوا عليها. صح، واحنا هنا بنقول كل مره بنقول لكم ايه الصح، بتعملوا ايه. تعال هنا، هو استعجل ورفع في لعبه انا حاسس ان هي ايه، تسلل فيها شك، ولكن فيها شك. صح، سيب اللعب وبعد كده يبقى نصفر. تعال شوف اللعبه الثانيه هنا يا كابتن، هنا بقى هنا نشوف الفرق. يا سمير معلش، النهارده حلقه مهمه، ماشي انا تابعك معايا، نرجع تاني. هنا احمد توفيق المساعد رقم 1. شوف يا بلال، شوف يا كابتن اسامه، نمشي يلا، في موقف تسلل ولعبه هي اختها. نشوف هنا تصرف الحكم المساعد رقم 1، كمل خلي اللعبه يستمر. يستمر يستمر يستمر، ومشى 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 ومشى، واستنى، كان ممكن تيجي جول حتى لو كان رفع تسلل، كان الفار هيراجع، ولو جون كان يحسب جون. ده اللي احنا بنقوله للحكام المساعدين، من فضلكم التركيز مهم جدا يا جماعه في المباراه اللي جايه. حاله مهمه من الحالات المهمه، وهنا بنشوف هل هنا تستحق بطاقه حمراء على ناصر لاعب نادي بيراميدز. نشوف هنا كابتن اسامه، وبنقول هنا ايه؟ نتكلم على الاهمال والتهور واستخدام قوه زايده. هل هنا قوه زايده ولا اهمال ولا تهور؟ قوه زايده. قوة زايدة. طب لو هي لابسة قوي يا كابتن شريف بقى في الرجل، كارت احمر. انما هنا في تاتش، انما هنا في تاتش، خد انا رافع رجلي، بس هنا وش الحذاء راح تاتش في رجل محمد، هنا بطاقة صفراء. بطاقة صفراء فعلا مستحقة، وكان هنا اشهر بطاقة البنا في هذه الحالة. طبعا الاحمر مش موجود، لان هي الاحمر امتى يا كابتن ايمن؟ لما يبقى الاستاذ رايحها بقوة في الرجل وجاي من المسافة، وهكذا بنفرق ما بين التهور والقوة الزايدة. اللعبه اللي جايه ولعبه مهمه جدا، مطالبه بركله جزاء لبيراميدز. نشوف للنادي الاهلي، نشوف هنا هل في ركله جزاء. هنا البنا اشار باستمرار اللعب واحتسب ركنيه. نشوف هنا هل في مخالفه ولا ما فيش. نشوف هنا الكره تصطدم فين؟ في رجله، الرجل، وبالتالي ما فيش مخالفه ركله جزاء. اداء تحكيمي متميز النهارده، وزي ما قلت الفار كمان النهارده كان متميز. الحاجه الوحيده اللي بتكلم فيها يا كابتن ايمن تعيينات الحكام. انا كان من رايي، وانا ما بدخلش رجل الحكام، البنا النهارده كان ممكن اي حكم مدير، وكان ينتظر لي هل يكون في حكام اجانب ولا حكام مصريين. دي كانت اخر حاجه معانا، بشكر حضرتك.